إنها آخر رحلة له. أريال شارون يدفن في مزرعة عائلته في صحراء النقب بحضور العديد من المشيعين من مختلف أنحاء العالم، وتعد الجنازة بالنسبة لأبنائه نهاية لفترة عصيبة، فقد بقي والدهم في غيبوبة مدة 8 أعوام قبل أن يتوفى يوم السبت، ولكنه سيظل في ذاكرتهم. انظر حولك يا شارون وسترى الناس المتجمعين على التل، وانظر كيف يشكرونك لأنك دفعت عنهم، وكيف يقدرونك على قيادتك، وكيف يحبونك، وكيف سيفتقدونك. في وقت سابق أقيمت مراسم تأبين شارون في الكنيسة في القدس، وقال الرئيس الإسرائيلي بيريز إن شارون كان بمثابة الكتف التي يستند عليها أمن البلاد. أما رئيس الوزراء نتنياهو فقد وصف شارون بأنه من أكبر مقاتلي شعبه. ومثل الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل نائب الرئيس الأمريكي بايدن. ككل القادة التاريخيين، كل القادة الحقيقيين، كان لديه نجم يقوده، ونجمه كان إبقاء دولة إسرائيل والشعب اليهودي على قيد الحياة. أثناء حياته أثار شارون الجدل، ولكن اليوم يتم تذكر إنجازاته ويتم توديعه بعد غيبوبة دامت سنوات.